الحوادث هنا لان ماشي اول مره انا تندوز هنا ملي كنت صغيره، كاين اللي تضرب هنايا، كاين اللي يضربوا موطور. بالطاره كتلقى مشكل هنا، مشكل تقدر تضربك شي طوموبيل، تقدر تدخل فيك شي موطور. مناطق بحال هكا مستحيل انك ترد البال، ضروري غتكون شي هفوه. كليب ديالي كانت تضرب هنايا، قوت الضربه مشالو لا مشوار ديالي. هذا الممر كل عام اللي كنا صغار وحنا باقيين في نفس المشكل. واش بغيتو حتى يبقاو يموتوا ولادنا؟ حنا ملي متناش واقيلا غيموتوا ولادنا، يعني كاين الحل. قلنا هاد الجهه كاين فيها القبر، نمشيو للجهه الاخرى وغنديروا تقويصه. شنو هاد الجامعه هادي؟ ما تقدرش تحل شي تقويصه هنايا على ود الدراري الصغار باش انهم يدوزوا من هنا؟ هادشي راه منكر. الصعوبه ان تتبغي تقطع ما تلقاش كيفاش نديرو، وتيقول لك انا تنوقف تنقول له انقطع، تيقول لي لا ما عندكش الحق توقفيني. وزيدوا الا بقيتي تتسنى راه مشكله، خاص كاين اللي تيخليك كاين اللي ما تيبغيش يخليك، تيقول لك لا انا دايس ما توقفينيش، سير شوفي الحل راسك. وهاد الطريق هذا مختصر، يعني تيدوزوا فيه الناس اللي جايين من سيدي موسى، من كل شيء، تيجي تيهبط من هنايا تيقول لك ندوز من جهه سيدي بن عاشر نتمشى وداك الشيء، يعني تنجيو لهنا تنوليو خايفين، ونبقاو ديما حنا خايفين، ملي كنا صغار وحنا خايفين، هما دابا عندنا الدراري الصغار، وإلا فلت لك شي واحد جاي في البحر تبحر تولي غادي للسويسي. ولا اله الا محمد رسول الله. الناس المكلفين انهم يشوفوا لنا شي حل من هنايا، يحلوا لنا هي جهه وحده ولا يديروا شي حاجه. عطى الله الحلول، تلقاو الحلول لكلشي غير هذا الشيء. اولا الحوادث هنا لان ماشي اول مره انا تندوز هنا ملي كنت صغيره، كاين اللي تضرب هنايا، كاين اللي ضربوا موتور، كاين اللي بزاف د الحوايج ضربات طوموبيل، والدراري الا ما شديتيهمش جاي بجوج ثلاثه كي غدير لهم؟ والطريق بعدا اصلا صغيره، صغيرك وكانت غير كبيره بعدا كيفاش دير؟ ما عندناش كي نديرو. ايوا نشوفوا ان شاء الله يكون شي حل ان شاء الله على في هذا الجيل هذا الصغير. اما التسجيل ديالنا راه هذا الشيء اللي عطى حنا دوزناه، ولكن هادو اللي طالعين شنو نديرو معاهم؟ الباب هذا كيسبب الاضرار بزاف للراجلين، ما كاناش يفتحوا لنا شي باب هنايا، لان بزاف ديال الراجلين ما تيلقاوش منين يدوزوا، وعندهم زعما المسافه فين غادي يزيدوا باش يفتحوا هاد البيبان هادو. ما كرهناش من السلطات ديال سيدي موسى ولا ديال سلا المدينه يفتحوا لنا شي ممر للراجلين على اليمين وعلى اليسار. الاضرار كيسبب بزاف ديال الاضرار للراجلين، الحوادث، السائر، شحال من حاجه. بالطاره كتلقى مشكل هنايا، مشكل تقدر يضربك شي طوموبيل، تقدر تدخل فيك شي موتور، ما تبقى تتولي خايف تتبغي تقطع ولا شي حاجه كتخاف. يعني بزاف ديال الاضرار الراجلين هنايا. ما كرهناش الجماعات فتح لنا شي جوج ابواب هنايا باش الناس تبقى تمشي على رجليها في سلام. كاين هنايا كاين مشكل على حساب الراجلين، كاين السيارات دابا انت كما كتشوف دابا انت هما السيارات دات دوز، انت هز وليداتك وباغي تدوز كي غادي دير الدوز؟ راه كاين مشكل هنا. بالنسبه للراجلين صعيب اخي، هنايا كاين الدراري الصغار كيهبطوا، يعني غادي يقدر يكون شي اكسيدون ولا شي حاجه، خصوصا المطار يعني كيكونوا بسرعه بزاف، تتوقع شي اكسيدون هنايا. يا من لازم انه تكون شي ممر للراجلين مخصص باش تكون شوية السلامة الطرقية. بالنسبة لهاد المناطق بحال هكا مستحيل انك غترد البال، ضروري غتكون شي هفوة، انسان غادي يسها ضروري، ومين الطوموبيلات يعني ما غاديش يكون غيكون ديك الحيطة كاملة، لكن هي ضروري باش تعدى هاد المسائل ديال الاكسيدون خاص تكون ممر راجلين ضروري هنا. صيف واكتظاظ ديال الناس فهمتي، ضروري انسان خاص تكون شي ممر راجلين. كنتمناو من الناس المسؤولين يكون عندهم النظر في هذه المسائل هذه. خاص يكون شي حل لهذا الممر هذا، ما يمكنش يبقى بحال هكايا. هذا الشيء راه شحال هذه وحنا كنعانيو من هذه المشكله هذه. وهذا هو الممر اللي غادي لابلاج. يدوزوا السياح، يدوزوا المواطنين ديال البلاد، الوليدات الصغار وكل شيء. كان وقع لي واحد الكليب ديالي كان تضرب هنايا وبقوت الضربه مشالو لا مشوار ديالو، كان غادي معايا في الطريق ولكن بغى يدوز ما لقاش منين يدوز، لقى غير هذاك الممر ديال السيارات ودخل منه هو. الا ما تصايبش راه نفس الاضرار غادي يكونوا اكثر كاع، يقدر يكونوا اكثر. ولا تصايب راه يكون خير للمواطن. حنا كشباب كنجيو نتبحروا في الشاطئ ديال سلا اللي فين مواج، وكنمشيو نبغاو نتبحروا ونبردوا على راسنا في هذا الشهر هذا. كنصدموا ما كاينش هنا كاع الباب. شي نهار دابا هاد الرونج روفر هادي دايزه دابا، لا ضربات شي واحد فاش نوليو حنايا؟ هو غادي يتسبب في الاذى ديالنا. ما بغيناش شي باب هنايا باش يبقاو يدوزوا الناس وكل الامور مزيانه. كنطلبوا من الجهات المسؤوله دير لنا شي باب، راه غامطرقه غادي تهبط هاد الجهه هادي وغادي دير لنا باب. صافي الناس هنايا دابا كيجيو بلاصه ما يدخلوا من باب بحال خاصها تكون في اي مدينه اخرى، اي مدينه سياحيه بحال سلا، كيدوزوا من حدا الشانطي وتقدر تضرب فيهم طوموبيل وشحال من حاجه. كنتمنوا من جهات مسؤوله تلبي هذا النداء ديالنا ودير لنا شي باب
وان شاء الله نتمنوا الخير، نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.